اخويا صعيب استاذ جلس مورايا بقى كيقرا لي في ورقتي ما شديت انا والو بقيت كنخربق في الاول ديك النصه الاولى مع دهشرونه بقى كيدوز من حدايا وبقى كيمشي ليا وبقى ما عرفتش الصراحه مزيريننا بزاف الصراحه اليوم مع الصباح وحتى في العشيه يعني ما درنا والو خويا دوزنا باخر هي حاجه وحده اللي ما تفهمهاش لينا حنا علاش دايرين لنا مال الوقت هنا واش ندوزو كونكور ديال البوليس جيب لنا مال الوقت انا ما فهمتش والو انا شنقراو عادي امتحان كندوزو امتحانات عادي في قاسم كندوزو امتحانات خاصهم يدوزو لنا امتحان عاد ما يجيبوش لنا هنا مال الوقت العام الجاي غندير لها انفيرميير غاي الشاه جايبه معايا هادي انا جايبه معايا من العام الجاي تصور معايا بنادم كينقل بنادم كيجي مفرقع فهمتي كيدخل كيبدا ينقل حنا في هذه المدرسه الصحراء كلشي كينقل الا حنايا حاطين في مدرسه تصور معايا انا شي اخوينا الشيفور ياك من البيرو كنشوف الساده كتشوف فيا ونقول لها وديري شي حركه خلينا المهمه ديالك نوضي دوري ما بغاش الدور صاحبي تصور معايا الدوره الدمويه ديالها برداش انا اخويا كدري فهمتي كنقول عمي اسمح لي هو عمي حنا راه شانا الوقت كترش فينا ما درنا والو الصراحه وحنا كنا معولين على الفلسفه زعما غيطلقوا لنا شويه ونقلوا ساعه ودينا النقله زعما داك الشيء غندوزو ساعه ما درنا والو شغال بالله اخويا مكوطرين والله شي مكوطرين وحق الله فرد ما والو حطوه اصلا الفلسفه واخا يحطوها سالم ما فهمتش دابا لك ما عنديش مع الحفاظ باش نحفظش لا هو داز مزيان الصباح اللي دوزنا الماتش حطوا لنا شويه صعيب حطوا لنا ديك الدوال شويه صعاب فهمتي ما اصلا هاد العام هذا ما قريناش بزاف كنا تنقراو نص نهار وحطوا لنا داك الشيء صعيب ما فهمتش مازال الفيزيك حطوا لنا داك الشيء ساهل شويه الحمد لله الفلسفه دوزنا مزيان ما كنا حافظين شويه دوزنا مزيان هو الماتش اللي حطوا لنا شويه صعيب فهمتي الدوال كيداير الدوال كاين شويه زيار ولا لا مزيرين هنا في المدرسه مزيرين بزاف السلام عليكم صراحه الصباح ماده ديال الرياضيات كانت صعيبه والجميع ديال الانسان كان كيتشكى منها صراحه كلشي جا صعيب تقريبا فهمتيني مازال بان عاوتاني حنا بالنسبه لي انا ندير في التخصص ديالي ماده الفيزياء صراحه حطونا فيزيك صعيب البارح ما بين مقارنات ما بين اس في تي سهله لا كنت شويه حافظه حافظه الشخص وحافظه شويه في الغير ولكن هذيك الحمد لله ديك الفقره اللي حافظه في الغير هي اللي تحطاش سبحان الله لا ما خلاونيش الاجواء كانت مزيره في مدرسه كامله اللي سولتي كيقول لك راه مزيرين والماتش الصباح كان شويه صعيب في المتتاليات بالاخص واش دا شويه نمشي غندير بالضبط اسمي ترى هو كلشي الشعبه ديالي لابد وهادو مزيرين بزاف وما كيصيفطو التلاميذ كيصيفطوهم لعبد الله ابراهيم كيصيفطوهم مدارس اخرى كيخليهم ينقلوا وحنا شي زيرونا بحال هادشي غيدخلنا للجنه ثلاثه الاسئله اللي كاينين تقول لك من ربك ما دينك ما حنا عاطينا سبعه الاوراق فيزيك واخا شكون ما اليوم كنقول لكم باللي هاد المؤسسه هادي ديما كل عام كيتعدوا علينا صراحه كيتعدوا علينا بزاف واش غنقول لك اخويا ما مدرسه والو اخويا ما كيخليوناش كيحطونا شي حاجه كتكون صعيبه الصراحه مازال الرياضيات كلشي الصباح جاهم صعيب صراحه كل درس كنديروا فيها ثلاثه السوايع اربعه السوايع اللي شي يديروا لنا في المدرسه واش يقول لك سير لداركم قرا شكر غنشكر اساتذه ديال السوايع اساتذه ديال مدرستنا ماشي قراو ما والو كذب عليك السوايع واحد الاستاذ الله يجازيه بخير ولا ايش عامل معانا مازال الماتش الفيزيك خدمنا شويه فلسفه ولونجلي ما داز والو حيت الدروس كنا بحال دابا الاعوام اللي فاتوا قبل كورونا درس كان كيتشرح في ثلاثه السيمانات ولا دابا الاستاذ كيدخل كيبغى يسالي على البروغرام كيبغى يزرب لك بالدروس ما كتفهم حتى شي حاجه وبالنسبه سير كتشبه سير كتشب في الدار كي غدير اصلا النص ديال الفهم اللي كنا كنفهموا الاعوام اللي قبل كنتي كتفهم حيت كتدخل القسم كتكتب بالكتبه كيدخل لك داكشي راسك اما هو كيبقى داوي انت ساكت تساكل راسك كتفكر في شي حاجه اخرى اش غتجي هنايا غتجي كتلقاهم حاطين لك سبعه الورقات كل واحد حطهم بعدا وحده بوحده كيحطهم قدامك كتقنا فما كتعرف شنو دير لا بالنسبه لنا قرا نهار الاول شادي اربعه الناس في ساكن واحد الدري تاهو شدو من مقارنه المدارس اخرين مدرسه محمد السادس ديما بحال هكا ديما الزيار واخا يعطيك كبتوم يعطيك ما يخليك زعما تشوف شي كلمه ولا والو شنكذب عليك اخويا شي لوحوني العيون انا في شي مدرسه في العيون والله شنمشي وهادي ما نمشيش لها ذاك العام تحبسوا معانا فروض صعاب
دابا عاوشاني الحبس ما على حد تدور وجهك شديرها شديرها يقول لك دور قدام واش يبقى غادي تيترطى غادي جاي غادي عليك ما كيخليكش حتى تخدم خويا اش غنقول لك خويا الغالب الله والله يسهل على الدراري هادشي اللي كاين اخويا ولكن ما قرايه ما والو والله ولد دوز الجاوي واستكون اكثر الناس تكوسروا بسبب الكورونا هادي هما الناس اللي كان عندهم السيزيام داك العام والباك هاد العام بجوج هاد السيزيام داك العام ما دوزنا فيه والو هادي ما درنا دار فيه والو زدنا هاد العام عاوتاني كنت قرا نص النهار حتى شي وليكور لا بغيتي تمشي دوز ليكور خاصك ميزانيه فين هي الميزانيه ديال وليكور كيشرحوا احسن من المدرسه وشحال قدك حتى تمشي تعاون على ليكور اساسي جدا وي وبصح بحال هذا وهذا وهذا يقدر يكون خلي لنا واحد استاذ الله يعمره دار اسامه الادريسي الله يجازيه بخير بخوف نادي واعر تبارك الله كيشرح وحاجه اخرى كيشرح احسن من الاساتذه ديالنا حنا الاستاذ ديالنا كنقراو عنده في المؤسسه الولاده ما كيشرحش لينا مزيان وديما معدين علينا حتى في النقط الله ياخذ فيهم الحق كاين مراقبه باش يدخلوا السكانير فهمتي مش قدرش نقول المهم كان داكشي داز مزيان الحمد لله خويا في كاع المدارس خلاوهم ينقلوا حتى لهاد المدرسه هادي طحنا فيها الصحراء خويا الفلسفه داز اللي حافظ غايدير وحطوا لينا الغير فهمتي الا كنت شي حافظ راه غادير وكاينين خويا ام سيس بحال لا شادين معنا الضد الصراحه تضحكنا حتى واحد ما كيبغيش عام لا في مات لا في كلشي كلشي كيشد الضد كلشي صح واش ما خلاكمش تقليل واش خلاكم؟ ما كيخلوكش نقول يجي تكون عندك شي ورقه يحيدالك ما يعطلكش راه الدراري خرجوا من هاد المدرسه هو المات صعيب باش من مات صعيب ها كاين شر كاين موجود اي مدارس كاين هاد الهضره ضروري انا سمعت بنادم كيغوش انت كدوز فرك تسمع كيغوش خويا القسم ديالكم ما كانتش لا حنا يعني احنا بيست درايفين عابينا من وجه خويا الحمد لله بعد الفلسفه شويه كنا حافظين شويه تحط لنا ديك النص اللي كنا حافظين المهم بعد التيسير صباح اخويا اللي بدينا في الماتش مع الدخل التمرين الاول كيصرفوك بواحد المتراجع وواحد المعادله ما خرج خرجتي هادي ها شي نسيدوك واحد اخر جاب لك واحد المتتاليه جايبين من واحد البعد ما كاينش ها هنا اخويا دوزنا متتاليه دوزنا عدد عقدي شويه ها راك لي الداله بداو لينا من داكشي الاول داكشي اللي ما قريناش حنا في السيزيام داكشي حنا تحرمنا منه ما دوزناش السيزيام فاش جينا نقراو حنايا قرينا منه النص ما قريناش داكشي كامل اخويا اش غنقول لك وانت من هذه المدرسه هذه طحنا فيها صحراء ها باش كنقول لك انا طحت شي فور اخويا مني البيرو ياك الساده كنشوف فيها كنقول لها هو داير شي حركه نوضي ضربي شي دوره الدوره الدمويه راه برداش كتقول لك لا بالله اش خاصني نشوف فيك انت ولكن اخويا اش غنقولوا الثاني حطوني ندوز في العيون السماره تاد لعيا قلت ندوز فيه الا هذه المدرسه ما غندوزش فيها وخويا داكشي اللي كاين المهم بعد الحمد لله والكمال على الله اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة